زيد العلواني عن لجنة تنظيم حملة ما تسكتش ماكش وحدك هكاك ما تسكتش ماكش وحدك ماكش وحدك باش نحكيو على التحرش الجنسي في وسائل النقل واللي هي الحملة ما بداتش توا عندها الحملة اليوم انا نونسي انها بدات معناها باش نرحب بيك نسرين ونعطيك الميكرو قعد عندي خاطر الزوز ضيوف اللي حاضرين مع بعضهم يتمشوا مع بعضهم خاصة اللي نسرين ترابلسي هي مدربة التربية بشر تنمية بشرية سمح تنمية بشرية ذاتية تتقال ذاتية تنمية ذاتية الكوتش بتاعنا نسرين اليوم باش تحاول تعلق لنا من بعد على الموضوع بتاع التحرش الجنسي في وسائل النقل نرجع نحكيه على الحملة هذية اللي ما انطلقتش ليامات هذية عندها برشا من اللي انطلقت هي الحمله احنا اون انونسي اليوم دونك اليوم عملنا الكونفرنس دو بريس نتاعنا فقط للتذكير الحمله نتاعنا هي خرجت من اكاديميه قاده المستقبل جينيراسيون افونير دو لا فونداسيون فريدريش ابير شتيفتونغ دونك بشراكه مع زوج جمعيات توانسه جمعيه تونسيه النساء ديمقراطيات ومعنا زاد جمعيه طلابيه ايساك معروفه معناها في الجامعات دونك الاهداف نتاعنا في الحمله نتاعنا اللي هي اسمها ما تسكتش ماكش وحدك حاجتين برينسيبالمون نحبوا نذكروا بمدى خطوره ظاهره التحرش الجنسي اللي قاعده تقع كل يوم للاسف للبنات وحتى للاولاد في وسائل النقل خاصه نعرفوا الاكتظاظ يخلي هالظاهره هذه تكثر وتكون سهله صحيح دونك هذا الهدف الاول الهدف الثاني نحبوا نزيدوا نحثوا العباد على انهم يمشيوا ويشكيوا ويقفوا قدام المراكز ويتكلموا ويندوا بالمشكله هذيا باش نعاونوا انها نوقفوها دونك هذا هو الهدف نتاعنا من الحمله نتاعنا دونك عندنا براتيكمون ثلاثه انشطه شنخدموا عليهم اول حاجه عملنا اون ابليكاسيون دونك الابليكاسيون هذيا اسمها يزينا واللي هي تيليشارجابل ابارتيغ دو جوجل بلاي ستور دونك يزينا هذيا توفر للعباد اللي يكونوا موجودين كسوا دي فيكتيم والا دي تيموان شاهدوا العمليه انهم يكتبوا شنو شافوا والا شنو حسوا اتسيتيرا اي سي سرا بارتاجي افيك الناس الكل اللي هي اون ليان مع ان سيت ويب اللي باش نعملوا بيه نعملوا ان ارشيفاج معناها للشهادات اللي صارت للعباد الكل هذه في مرحله اولى في مرحله ثانيه خممنا ان نعملوا اون كوميونيتي فيسبوك تتجند مع بعضها وتحضر مع بعضها وتخدم مع بعضها على المسائل على المشكله هذيا معناها نتحرك مع بعضنا ولا تصدي انا راهو صارت لي تهبط على الكوميونيتي كيفاش نجم نعمل وين نجم نمشي دونك في هذا الاطار خاصه اذا نجم تكون زاده وسيله باش الانسان يحكي على الحاجه هذيا اللي صعيب باش يحكي عليها فوالا دونك احنا وفرنا اترافير لابليكاسيون جوست باش نذكر قبل ما نتعدل للنشاط الثالث وفرنا مساله انك نجم تعطي الشهاده نتاعك انونيمون معناها من غير ما تكتب اسمك من غير حتى شيء وين صارت لك البلاصه تحطها في الماب وتكتب شنو اللي صار ولا شنو شهادة اتسيتيرا دونك النشاط الثالث واللي هو متعلق بالشباب دونك حبينا نمشيو لوسط الجامعات نظرا انه نعرفوا اللي الطلاب هم من اكثر العباد اللي ياخذوا وسائل النقل العمومي وهما زاد البنات الطالبات اللي هما اكثر البنات اللي يتعرضوا للتحرش الجنسي بالتالي خممنا ان نمشيو لهم ماناش باش نقول لهم جوست باش نحكيو معاهم اول حاجه نعرفوهم بالابليكاسيون تاعنا والسيت ويب لكن زاد حمله تحسيسيه اي هي حمله اي حمله تحسيسيه دونك عندنا زاد الكتاب نتاعنا هذايا كتيب صغير اللي زيد وريهولنا اي فوالا كتيب نتاعنا كان نشوفوا اي قاعدين نشوفوا فيه فوالا دونك كتيب هذايا اش عملنا فيه حاولنا انه ماك تعرف اللي في جويلي 2017 خرج القانون للقضاء على العنف مسلط ضد المرأة والقانون هذا عرف برشا أنواع من بتاع عنف ضد المرأة العنف الاجتماعي العنف السياسي العنف الاقتصادي أبار العنف الجسدي المتعارف عنه دونك بما فيه التحرش الجنسي دونك هو جاب نصوص جديدة حسنت تعامل القضاء والأمن مع التحرش الجنسي دونك احنا ايش عملنا حابين نبسطوا القانون هذا ونعرفوا كيفاش المشرع حاول يسهل الإجراءات اللي ياخذوها العباد دونك كتبنا خذينا الكتاب هذا بالاعانه مع رئيسة جمعيه النساء الديمقراطيات مدام يسرى فراوس نشكروها دونك بسطناه بلغه بالدارجه باش الناس كل تنجم تعرف ويكون القانون فيلغاريزي ويوصل للناس الكل دونك براتيكمون هذم هما لي تخوا زاكتيفيتي اللي قاعدين نخدموا عليهم. باش تنطلق الحمله؟ الحمله براتيكمون انطلقت اليوم. انطلقت. وعندنا ان فوروم ناسيونال ان شاء الله نهار لحد 9 في الماجستيك مع 9 نتاع الصباح الناس الكل فوزيت انفيتي دونك. نهار لحد 9 ديسمبر؟ فوالا دونك في اوتيل ماجستيك ابارتير من 9 نتاع الصباح
باش نحاولوا نزيدوا نعرفوا ونقربوا اكثر وباش نعملوا تحرك في الشارع ان شاء الله. ان شاء الله باش نعلقوا ناسرين باش نعلقوا على الحكايه هذه، خاصه نعرفوا اللي باش واحد يحكي على العنف الجنسي اللي يتعرض له ولا باش يحكي على التحرش الجنسي لازم ثقه في النفس. احنا موضوعنا اليوم ثقه في النفس، كان تعلق لنا ساعه على كيفاش الانسان ينجم يتخطى هالمرحله من التحرش باش يحكي وباش يتكلم وباش يندد ولا يقول كيفاش. جوستومون هو اول حاجه نحب نذكرها اللي يتعرض لصدمه من الصدمات هذوما جينيرالمون ديما خاطر فما فرق بين تقدير الذات وبين الثقه في النفس. هذا لازمنا نحب للناس لازم يعرفوا الفرق بين تقدير الذات وبين الثقه في النفس. ثم خلط كبير بينهم. التقدير الذات هو كونك انت كانسان انك انت تستحق انه الانسان هذا اللي تعرض مثلا للاعتداء يستحق انه يتعالج، يستحق انه يعيش عيشه كريمه. لو كان نعطيو ان اكزامبل، ان بيبي مازال كيتولد مازال ما عنده حتى انجاز، مازال خاطر احنا لا بون نوفيل سيكو الثقه تكتسب، هي تعتمد على مهاره، تعتمد على خبرات، تعتمد على معرفه. دونك اي حد حتى لو كان هو تعرض لصدمه معناها في الصغر نتاعو والا تعدى بموقف كيما معناها التحرش الجنسي ولا اي حاجه من نوع هذا، راهو ينجم يتعلم وانه يتخطى هالحكايه هذيا بسهوله. نعاود نرجع لك المثال نتاع الطفل الصغير لامامون والبو وقت اللي يجيهم الطفل الصغير ما عنده حتى انجاز، ما ينجم ما يعمل حتى شيء، مازال كيتولد هما اللي يخليوه يكتسب. أباغ الطفل الصغير كيتولد ما يعرفش يعمل حتى شيء، معناها يشرب الحليب يعمل احتياجاته الخاصه ويرقد افيك سا. ديما احنا نشوفوه اللي هو حاجه كبيره حاجه عظيمه، ربي كرمنا انه احنا كنا معناها نحن انسان، يقولوا ربي سبحانه وتعالى قال لنا ان خلقنا الانسان في احسن تقويم، معناها احنا مكرمين، احنا نفخه من روح الله، معناها ما نجموش نكونوا الناس كلهم الناس كل كيف، معناها الذات البشريه لازمها تعترف وتعرف اللي هو كانسان يستحق حاجات معينه اللي هو ياخذهم باستحقاق. الثقه في النفس وقت اللي واحد يقول لك انا ما عنديش ثقه في روحي باغ اكزومبل، لازمك اول سؤال تساله لك ما عندكش ثقه في روحك في شنو بالضبط؟ على خاطر ما ينجمش يكون واحد ما عندوش ثقه في روحه في المطلق. الثقه في النفس تكتسب، ثم شكون يكون عنده ثقه في روحه مثلا في الطبخ يعرف يطيب بالكدا عنده ثقه في روحه، واللي ما عندوش ثقه في روحه يكون في حاجه ناقص فيها معلومات، ناقص فيها خبرات، ناقص فيها مهارات. معناها اللي يقول انا ما عنديش ثقه في نفسي مش في المطلق، لازم يحدد شنو هي الحاجه اللي ما عندوش فيها ثقه.